لا إله إلا الله. عيالي، اليوم بنتكلم عن دور العبادة، عن المساجد، بيوت الله. حياكم معنا نتعرف على مساجد الموجودة في البحرين، وأول مسجد بني في الإسلام، وأول مسجد بني في البحرين. حياكم الله. عيالي، يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. انت وعيالنا واللي قاعدين هناك عيالنا، وكلكم عيالنا، اللي شاهدنا وما شاهدنا، كلكم عيالنا حلوين وحبايبنا. نحبكم ونعزكم ونتمنى لكم دايما الخير، ومن الخير اللي نقدم لكم هالمعلومات الطيبة عن الأول من القرية التراثية. نحييكم، يسعدنا نتكلم اليوم عن المساجد، وكلكم تروحون المسجد، وكلكم تروحون بيت الله. المساجد نسميها بيوت الله، المسجد نسميه بيت الله، صح ولا لا؟ لأن فيه العبادة، نروح ونتعبد ربنا في المسجد ونحترم المسجد. تعرفون أول مسجد بني في الإسلام؟ أول مسجد بناه النبي؟ مسجد الأقصى. لا، مسجد النبوي. لا، مسجد الخميس. لا، قباء. مسجد قباء، صح، مسجد قباء أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويبعد عن الحرم المدني تقريبا 4 كيلو. طبعا المسجد أول مو مثل المساجد الحين المزخرفة وغيره. المهم المساجد هذه للعبادة، مو بس للعبادة، لاجتماع المسلمين. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمع بالمسلمين، يحدثهم في كل شيء، في كل أمور حياتهم. تعرفون من هو اللي أذن في المسجد أول واحد؟ بلال بن رباح. بلال بن رباح أول ما دخل الإسلام. شلون؟ تفضل قول. عذبوه وحطوا صخرة على صدره، وكله ينبطح كل ظهر على من عذبه؟ من اللي عذبه؟ الكفار. الكفار كانوا هم اللي يعذبونه، حطون صخرة مثل ما قال ولدنا على صدره في ذاك الحر، ورمل رمال مكة حارة جدا، وهل كانوا يبون يصير يشرك بالله؟ يقول له يعني سب الرسول، شايش يقول هو؟ شي يقول أحد أحد، يعني الله واحد لا شريك له. يا سلام عليك، يا سلام. حيوه 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 حيوه، احسنت احسنت. الله واحد لا شريك له، فما كان يشرك بالله، وما كان يسب الرسول ولا شيء. وبعدين اول هذه العبيد يشترونهم، من كان من عتق بلال وحرره؟ لا، اللي تولى بعد النبي مين؟ أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق هو اللي حرر بلال من العبودية وأطلق صراحة. وبعدين صار بلال هو يأذن عدل. تعرفون إيش كان الأذان؟ شلون يأذنون كانوا؟ أنا. تفضل. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مشكور، أحسنت. وزارة أو دائرة الأوقاف يختارون مؤذنين
يعني أصواتهم جميلة وأصواتهم حلوة، فيه خشوع، مو أي واحد بس يؤذن. يعني نسمع أحيانا تلحين في الأذان، تسمعون مثلا المؤذنين الحرم شلون يأذنون، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا يؤدى الأذان عشان اللي سمعه يدخل الخشوع في قلبه، وبس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله. هاي صح بعد الأذان، لكن الأذان إحنا لما نسمع الأذان شو نقول؟ يعني هو يقول الله أكبر الله أكبر، شو نقول؟ إحنا نردد الأذان اللي يقوله، لا نردد بسهولة، حتى مسموع بالعجل بينه وبين نفسه، يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لما يقول حي على الصلاة شو نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، نقول الله أكبر. هذه رد إحنا، يعني المؤذن يحصل أجر وإحنا اللي نردد بعد نحصل أجر نفس المؤذن. زين، من يقول إقامة الصلاة؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحسنت مشكور. وعقب يصطفون وراء من الإمام، يعني واحد الإمام هو اللي زين. عندنا خمس فروض في اليوم، اللي هو صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين، والظهر كم ركعة؟ صح، والعصر والمغرب ثلاث، والعشاء أربع ركعات، وغير النوافل اللي نصليها وغيره. احنا خلينا نتكلم بعد احنا عن المساجد. المسجد عادة يتكون من فناء المسجد، وداخل المسجد عندنا المحراب اللي هو يوقف فيه الإمام واحنا نوقف وراه، ويم المحراب أحيانا بعد مكان للخطابة، ولا ننسى المنارة. والمنارة أول طبعا يصعد المؤذن، أول ما في كهرباء إنه عليها ميكروفونات، والمؤذن عنده ميكروفون وكهرباء، لا يصعد على المنارة، يصعد فوق المنارة، بيكون الدري مالها لو لبي هاللون لين يوصل، وبعدين يطالع الساعة ويأذن. ويجب علينا نحن بعد نقول لما نروح المساجد نكون انظاف. أنت لما تروح تقابل أحد، تقابل المدير والله شيء والله شيخ وغيره، تلبس أحسن لباس. أنت لما تقابل ربك تكون نظيف في كل شيء، والوضوء أهم شيء. يعني هل تصح صلاة بدون وضوء؟ ما يصير، لازم توضأ. زي إذا ما حصلنا ماي حق الوضوء شو سوي؟ أنت يمم أحسن. زين عيالي، نبي نعرف أول مسجد بني في البحرين مثلا، أو أقدم مسجد بني في البحرين. تفضل. مسجد الخميس، من بنا؟ في أي عهد؟ في عهد الخليفة الأموي؟ لا، في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، يعني وتو واحد في البحرين لازم نروح نشوف مسجد الخميس، أول مسجد هاي بنية عندنا في البحرين. أشهر مسجد كبير الحين موجود عندنا في البحرين الفاتح. ها؟ مسجد أحمد الفاتح، أو مجمع أحمد الفاتح، فيه ما شاء الله يتعلموا فيه ناس كثيرين أصول القرآن أصول الدين، وهذا موجود في المنامة، أي واحد يمر يشوفه. لازم نزور الأشياء الموجودة عندنا في البحرين. عيالي، إحنا لما نروح حق المسجد نحصل أجر وإحنا نمشي ولا شيء؟ شو نحصل؟ كل خطوة. لحظة واحدة، لحظة تفضل. كل خطوة نحصل حسنة، والخطوة الثانية تقطع عنا سيئة، عدل؟ ولين نوصل واحنا نذكر الله، وكل الذكر اللي نقوله بعد الحسنات لما بندخل المسجد شو نقول؟ شو نقول؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك. او اللهم افتح لي ابواب رحمتك، احسنت. ونقدم ري اليمين والله اليسار؟ اليمين. وندخل، اول ما ندخل شو نسوي؟ نصلي ركعتين، نصلي
تحية المسجد عدل؟ ونقرأ القرآن وكل حرف بنقرأ من القرآن لنا حسنة. الله انت تبون الجنة ولا تبون النار؟ الجنة. إذا صلوا عيالي، أوصيكم عيالي، مو حين في رمضان مثلا ليل سهر وفي النهار رقاد، لا تصلون للظهر ولا تصلون العصر. أدريبكم أدريبكم رقاد ليل مغرب، لا صلاة ظهر لا صلاة عصر، وحياتي رأسا تروح وتبلع تروح تفطر ما صلي حتى، ما يصير. يقول من صلى ولا صام طاح في النار صخام، ومن صام ولا صلى طاح في النار يتقلى. ما يصير صيام بدون صلاة. نصلي نعبد الله، هذه عبادة، وكل واحد يوقف الثاني حق الصلاة. وانت والأولاد بالذات روحوا المسجد، صلوا في المسجد، صلوا في المسجد. الصلاة هي عماد الدين. شفتوا الخيمة ما فيها عمود؟ بنون العمود هذه هل الخيمة تستقيم؟ لا ما تستقيم. إذن عمود الدين هو الصلاة، وأول ما يحاسب الإنسان، أول ما يحاسب على الصلاة. إذا صلاة صلحت صلحت باقي أعماله، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا تصلي تخاف من رب العالمين، في حساب، في عقاب باكر، باكر الله بيحاسبنا على كل شيء نسويه. لا تقول الله أنا حين في مثلا رمضان باكل ما حد يشوفني، لا الله يشوفك، الله يشوفني والملائكة، وبيحاسبونك وبيحاسبك الله على كل شيء. زين حين في رمضان وانت ما تدري وكلت بالغلط، شو تسوي؟ هل يصح صيامي ولا ما يصح؟ يصح. أواصل صيامي أوقف؟ لأن الله سبحانه وتعالى هدي هدي سقاك وأكلك. الله يسامح، بس إحنا لازم نكمل صيامنا عدل ونصوم عدل، ونقول حق إخواننا شلون يصلون عدل، لأن كلنا نبي الجنة. لكن ما نروح الجنة إحنا نقول إحنا مسلمين. أنتوا مسلمين ما تصلي؟ مسلمين تكذبون؟ مسلمين ما تصدقون؟ ما يصير. المسلم بأخلاقه. إذا بدي يقول لي آداب المسجد، شلون في آداب المسجد؟ يعني شو نسوي مثلا بالمسجد؟ مثلا تفضل. نصلي بدون ما نرفع الصوت. نصلي بدون ما نرفع الصوت، ليش؟ ينزعجون. ينزعجون يعني شنو؟ أنا بصلي والله، حتى بقرأ القرآن، بقرأ أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، زين وهذا اللي يصلون غلط، لأن في يصلون أنا بخرب صلاتهم، صح ولا لا؟ ولا نسولف في المسجد، ما نسولف سوالف عادية، إيه ها شلونكم اليوم؟ ها رحتوا اليوم وين؟ رحتوا اليوم؟ لا لا، هالمسجد مو سوالف. وني احنا نضاف، ثيابنا نظيف، احنا أول شيء متوضين. أنت لما تتوضى 5 مرات في اليوم حق الصلاة، تعرفون توضون؟ شنو أول شيء؟ غسل اليدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وبعدين؟ المضمضة 3 مرات، وبعدين؟ مو الاستنشاق بس، سوي هاللون خليه يطلع وتطلع اللي في خشمك عدل 3 مرات، وبعدين غسل الوجه من بمبة الشعر إلى أسفل الذقن 3 مرات، وبس أصفق الماء هاللون بس. لا غسل المضبوط عقب الذراعين، ها إلى المرفق، المرفقين أول شيء اليمين عقب اليسار. خلينا هاللون إيه ايوه، الماء كله غطي عليه وضوء تمام، عقب نمسح على شعرنا والاذون، وعقب الرجلين اي واحده نبتدي فيها اليمين، وبعد الرجال اي للكعبين عدل قصدهم. صرنا ننظف عدل كل يوم، انت تتوضا 5 مرات، المسلم شو نظيف المسلم، 5 مرات يتوضا حق الصلاه، كله نظيف وجسمه نظيف وشعره نظيف. وبعدين عيالي عقب ما نتوضا ونصلي وندش المسجد واحنا نضاف، مكاننا نظيف، ملابسنا نظيفة اللي نصلي فيه، اللي نصلي فيه عدل، مكان نظيف، نفش السيادة، المساجد كلها نظيف، نحافظ على نظافة المساجد، الكلينكس اللي نظيف مش يدنا، أن أول ما ندش نسلم السلام عليكم. تعرفون السلام شلون فايدته؟ لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. واللي بيرجع يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حصل حسنات بعد.
لازم يكون كل شيء من القلب. حتى واحنا نقرا القران يعني نقول الحمد لله رب العالمين، واحنا نقرا القران الحمد تقول الحمد لله رب العالمين، تحمد ربه الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين. يوم الدين شنو يوم الدين؟ يوم القيامة. أنت ملك يوم القيامة، إياك نعبد، إحنا نعبدك يا رب، وإياك نستعين بك، نستعين بك أن أنت اللي بتعاوننا، أنت اللي بتعطينا. واحد نقرأ الكلمات من القرآن نتذكر شو معناها، وبس نقرأ روح الحمد لله بس لا نبيك أن بطيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حق بلال عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة، مو خلينا نخلص من الصلاة ونفتك، مو يا نبي نفتك. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سمع الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. هاي صلاة، هاي مو صلاة، الصلاة تكون دازما عدل. عيالي أتذكر وإحنا صغار نروح حق المأذنة قبل لا يأذن المغرب، وعندنا كل واحد عنده صحن صغير في أكل، ونقول حق المذن: أذن أذن يا المذن ترى الصيام يواعة، أذن أذن يا المذن ترى الصيام يواعة. سو الواردة هاي اللي يسميه مدفع الإفطار دم، اللي يقول الله أكبر، ونقل نقل بسرعة ونرجع. هاي مو إحنا البنات الصغار خاصة مع الفريج هالشكل يسوون. عيالي دايما المسجد ريحته طيبة، وهذا يسميه إحنا عود المسجد، نولعه و شمو الله 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 الله، ريحة طيبة، ها ريحة طيبة المسجد، واحنا نتعطر، احنا نتطيب حق المسجد. خذوا زينتكم عن كل صلاة، عن كل ناخذ زينتنا. في شيء بقول لكم، هاي شو يسمونه؟ السواك او السواك. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام اوصانا قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا بس أخاي، يقول الرسول أنا أخاي بس أتعب يعني أمتي والناس المسلمين، إنه لا دائما قبل كل صلاة بيتسوتون. هذه كانت هي اللي تنظف الأسنان. الحين الحمد لله ورب العالمين بعد عندنا بعد البروش والمعجون والأشياء، ما ننسى نظافة أسناننا ونظافة جسمنا، هذه من النظافة دائما. نظافة المسجد، إحنا أول كنا نروح حق المسجد يوم الخميس ونفرش المديد، هاي المديد المادة هذه نفرشها طويلة على كامل المسجد عشان المسجد يكون نظيف ويجون المصلين ويصلون. دائما نحافظ على نظافة المساجد ونخليه دائما، لأن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى. عدل، بارك الله فيكم عيالي. الأشياء كثيرة عن المساجد وعن العبادة، أتمنى منكم كلكم عيالي يعني تواصلون للعبادة هذه وتصلون، وأهم شيء الصلاة، وقبل الصلاة قلوبكم تكون نظيفة. أتمنى لكم إن شاء الله القبول من الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا إن شاء الله كلنا إن شاء الله من أهل الجنة. قولوا آمين. آمين. عيالي هذه آخر فقرة كانت في برنامجنا من برنامج عيالنا، وإلى اللقاء.